يتحدثون عن الحركة في الصلاة، وهل هناك من يحددها بثلاث ثم ما زاد عنها فإنها تبطل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة مثل تعديل ثوب أو عمامة أو أخذ شيء أو رفعه أو وضعه أو تقدم يسير أو تأخر يسير فلا بأس بذلك، هذا مما أبيح في الصلاة. أما الحركات التي من غير حاجة فإنها ممنوعة، لأنها تدل على عدم الخشوع في الصلاة. حركات باليد أو بالرجل أو بالرأس أو غير ذلك، هذه تدل على عدم الخشوع في الصلاة إذا كانت لغير حاجة. وإذا توالت فإنها تبطل الصلاة، إذا توالت الحركات من غير حاجة فإنها تبطل الصلاة لأنها من غير جنسها ولأنها تدل على العبث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.